مرضية بإذن الله تعالى في نهاية هذه المحاضرة. لذلك الآن أقول طبعا قلت العنوان كيف أكون إنسانا سويا، صحيح يأتي في سياق الحديث أستاذ أنزل، قلت يأتي في سياق الأنشطة التي ينظمها النادي الصحي. ودعني أبدأ هذه المحاضرة بهذا القول المتداول، قلت دعني أبدأ المحاضرة بهذا القول المتداول كثيرا: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. طبعا هذا القول لما نتداوله بشكل يومي هو يفهم عندنا على أساس أنه مرتبط بالصحة البدنية الجسم فقط، يعني دائما لما تقوله يتبادر للذهن إنسان مريض واحد في الدرس أو كذا، يعني أنا إذن يستيقظ وينتبه إلى أن هناك شيء اسمه الألم وأن هناك شيء اسمه الصحة. ولذلك نقول الصحة تاج لا تعرف قيمتها، قلت لا تعرف قيمتها إلا حين يعتل جسم من بدنك ضرس أو أصبوع أو أي شيء يصبح عند الإنسان مصاباً. أنا إذن يتذكر الأيام التي كان فيها مرتاح البدن هانئ النفس مطمئن البال، هذا الذي يتبادر للذهن حالما نذكر هذا القول: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. لكن هل هذا هو الشيء، هل هذا هو المعنى المقصود فقط؟ يعني هل الإنسان يكون صحيحا إذا كان صحيحا في بدنه يكون كله سوي، يكون من كله سليم؟ دون شك لا، يحتاج إلى أمرين آخرين لا بد أن يكونا معا سليمين، وإلا سيكون إنسان غير سوي. إذا اختل شيء من عقله أو اختل شيء من روحه سيكون إنسان غير سوي. ولذلك الإنسان السوي هو الذي يتوفر فيه الثلاثي الآتي: قلب قوي، عقل قوي، جسم قوي. هذه الثلاثية القلب والعقل والجسم عبارة عن أمانات عند الإنسان. كل إنسان يلا الشباب سألتوا، قلت هو الجسم العقل والقلب والجسم، هذه الثلاثية إذا سلمت سلم الإنسان وصار إنسان سويا. ولذلك هذه الثلاثية من حافظ عليها كانت له سندا، من حافظ على قلبه عقله جسمه، ثلاثتها من حافظ عليها كانت له سندا وداعما، ومن ضيعها كانت له عائقا. أي واحد من هذه الثلاثية سواء كان الجسم أو كان القلب أو كان العقل، إذا ضاع واحد منها سيختل التوازن، سيصبح إنسان غير سوي. الآن دعنا ندخل إلى هذه الثلاثية وتحكمها قاعدة عامة حتى يتحقق عند الإنسان السواء الذي نريد. كل أمانة من هذه الأمانات الثلاثة تحتاج لتكون سوية ثلاثة أمور، يعني حتى يكون عندي قلب قوي، عقل قوي، جسم قوي. هذه الثلاث حتى تتحقق كل منها لا بد له من غذاء، لا بد له من حماية، ولا بد له من تنظيف. لا بد له من غذاء، لا بد له من حماية، لا بد له من تنظيف. عقل قوي، فما غذاؤه؟ غذاء العقل دون شك. العقل مرتبط بالأفكار، ولذلك يجب الحرص على ربط علاقة جيدة مع الكتاب. أكثر ما يدقق العقل ويصحح العقل ويصوب العقل ويجعله قويا سليما أن تكون للإنسان علاقة مع الكتاب. ولذلك الإنسان الذي يرتبط بالكتاب لا يشيخ ولا يمرض عقله ولا يأتي بين قوسين زهايمر أو مرض النسيان. الإنسان كلما ارتبط بالمعرفة كلما كان أقدر على التعامل مع الواقع بحكمة وبروية وهدوء وباتزان، فنسميه إنسانا سويا من حيث عقله، إنسانا سويا من حيث عقله. وتغذية العقل
تكون بالتكوين القوي في مختلف مجالات المعرفة. الإنسان لا نقول عنه إنه إنسان قوي عقلا وهو يعرف معلومة هنا معلومات مشتتة، لا بد أن يكون عنده انفتاح، لا يكتفي بهذه المعلومات التي تلقاها على قيمتها وأهميتها في مقاعد الدرس، ولكن ينفتح على مجالات معرفة متعددة، فتجد يأخذ من هذا المجال ويأخذ من هذا المجال حتى يستطيع أن يكون عقلا فعلا قويا كما نريد. ولذلك يدخل في هذا السياق، حتى تكون معرفتنا معرفة سليمة لا بد أن نحرص على مصادر المعرفة التي نتلقى. فمن أين نتلقى المعرفة؟ المعرفة أساساً نتلقاها من مصدرين كبيرين، طبعاً كان مصدر أخرى كان من مصدرين. المصدر الأول الوحي القرآن الكريم، فهذا هو مصدرنا الأكبر الذي نأخذ منه المعرفة الكبرى، معرفة الدين ومعرفة الدنيا كذلك، معرفة الدين ومعرفة الدنيا كذلك. إذن لا بد أن نحرص قدر المستطاع على الاتصال بهذا الكتاب، لأنه هو ديننا وهو عقيدتنا وهو شريعتنا وهو حياتنا. ثم المصدر الثاني وهو حواسنا، وهو حواسنا. المعرفة من مصادرها الأساسية هي الحواس التي تأتينا منها. بعض المعارف نتلقاها من البصر، وبعضها نتلقاها من السمع، وبعضها نتلقاها وهكذا. الحواس الخمسة على كل حال بعد سنتكلم عن حمايتها. الآن هذا عن العقل. إذن خلاصة الأمر فيما يتعلق بالعقل، العقل لابد أن نرتبط بالكتاب بالمعرفة ونرتبط بالوحي. ثم إذن هذا حتى يكون العقل قوي قلنا لابد له من الغذاء، وثم لابد له من تنظيف. طبعا ما دام أنه نحتاج إلى تنظيف، نحتاج إلى تنظيف الشيء الذي يكون فيه اتساخ وفيه شيء يحتاج إلى نظافة. ما الذي نحتاج إلى أن ننظفه؟ نحتاج أن ننظف العقل أول ما ننظفه من الأفكار السامة، من الأفكار السامة. في كثير من الأحيان تكون عندنا أفكار سامة، ودعني لا أوسع الأمر كثيرا ما دام أن المتحدث في الغالب هو متلمذ. من الأفكار التي تكون سامة قاتل، سم بمعنى قاتل، أن تقول الآخرون أذكى مني، هذه فكرة قاتلة سامة، إذا دخلت وتشبع بها الإنسان انتهى الأمر، صافي انتهى مساره الدراسي وانتهى مطاره تماما. ولذلك لا أقول الآخرون أذكى مني، لأن الكل متساوون على مستوى الذاكرة، فقط الإشكال في أين يوجد، هل استطاع هذا الذي عنده الذاكرة أن يجعلها تشتغل بشكل جيد أم أنه عطلها؟ وإلا فكل إنسان له قدرة خارقة هائلة في العقل، لكن البعض يشغلها، والعقل مثل الجسد إذا اشتغل يطور نفسه يتطور ويصبح أقوى، وإذا تعطل وكلما تعطل الاشتغال في العقل يصبح أيضا هذا العقل يصبح عنده غير لا تصبح عنده قوة ولا يمتلك قدرات على التحليل وعلى الفهم وعلى الإبداع. وكلما شغلته أكثر، انتبهوا لا تقولوا بأننا نشتغل عادات أو عفوا أوقات كثيرة أو ساعات كثيرة، فكلما اشتغلت أكثر العقل يساعدك أكثر، وكلما ركنت إلى الراحة تجد العقل معطلا، تجد العقل معطلا. إذا حاولوا أن تشتغلوا أكثر، لأن العقل يتسع ويكبر وينمو. إذا أول شيء، إذا هذه الفكرة الأولى السامة. الفكرة الثانية أن نقول الآخرون محظوظون. إذا لما تقول الآخرون محظوظون أنت تقصي نفسك من دائرة الحظ، ولا أحد محظوظ. تقول أنا ضعيف الذاكرة، من الأفكار السامة القاتلة، خصوصا لمن عند طبعا المتعلمون كلهم يحتاجون إلى حد. حين تقول أنا ضعيف الذاكرة، والعقل والذاكرة على ما تروضها، وقاعدة لمن يدرس علم التجويد يقول فيها الناظم وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. يعني واحد يجود القرآن وتتساءل لماذا يجود بشكل جيد، وأنا لماذا لا أجود بشكل جيد؟ كل بساطة واحد كيف تصبح واحد يتمنى أنت ما قدرش تمنى. واحد يروض لسانه على الدربة ويقرأ القرآن باستمرار ويذهب إلى مقاعد تعلم التجويد ويتعلم بشكل تلقائي نفس الشيء حتى في الذاكرة. واحد يدرب ذاكرته باستمرار على الحفظ ستستعيبه
ولذلك من عنده علاقة بالقرآن سيجد بأنه لما نبدأ حفظ القرآن في البداية نجد صعوبة، نحفظ ربما آية آيتين في اليوم، من بعد يصل الإنسان إلى أن يحفظ ربع ثم ربع حزب، ربع الحزب في اليوم، في اليوم الواحد. ماذا كيف ذلك؟ مسألة متعلقة بالتدريب، نفس الشيء فيما تحفظه، هل تدرب ذاكرتك على الحق أم أنك تعقبها؟ إذا كاين أفكار كثيرة لكن حتى لو قلنا الموضوع فيه أمور أخرى، ثم أيضا من الأفكار التي ينبغي أن أو التي ينبغي أن ننظفها، أن ينظف الإنسان منها عقله، الأفكار المنحرفة من قبيل الأفكار المتعلقة بالإلحاد أو المتعلقة بالتشيع أو غير ذلك من الأفكار، وهذه الأشياء طبعا محاربتها وتنظيف العقل منها من خلال المعرفة والسؤال، من خلال المعرفة والسؤال. أيضا من الأفكار التي ينبغي أن نحاربها الأفكار المعطلة، الإنسان تكون عنده أفكار معطلة، معطلة معطلة هي نفسها وتعطل هو أيضا إذا تغلغلت إلى وجدانه واقتنع بها. حرج مثلا حين تقول الآخرون هم المسؤولون، كما كان يقول الكلام بعض الوقت كيتعطل كيقول لك سكرني البال، لا أنت الذي تأخرت وليس نحن الذي فعلناه والإدارة التي فعلت. ونفس الشيء حاول الإنسان من الأشياء التي تعطله حين يلقي باللائمة على الآخرين فيما يتعلق بمستقبله، ما دمت تقول الآخرون عن مسؤول غير مسؤولين المشكلة وقع عندهم رويت عندهم، لكن لما تتحمل المسؤولية وتقول أنا المسؤول هنا بدأ الحل صفتها، ما دمت تقول الآخرون مسؤولون أنت تعطل عقلك وتعطل قدراتك. حين تقول أنا المسؤول عن 10، أنا المسؤول عن 8، أنا المسؤول عن 7، 1، 2، 15، 20، مسؤول عن الإيجاب ومسؤول عن السبب، أنا إذن تدفع بمستقبلك نحو النجاح ونحو التقدم، لكن إذا قلت عكس ذلك أنت تعطل. هذه واحدة وإلا أفكار التعطيل ما أكثر. ثم أيضا من الأفكار التي ينبغي أن ننظف العقل منها بعض الأفكار المشوشة، في بعض الأحيان قد تكون عندك فكرة معينة مشوشة حول الدين أو حول الأمور الدنيوية من قبيل مثلا بعض المعلومات حول الآخرة أو شيء من هذا القبيل، هنا لابد أيضا أن يكون عندك منهج حين يشوشك شيء ويشغل ذهنك أكثر من اللازم، ومعرفة الشيء السؤال، ومعرفة الشيء السؤال، حين يجهل عنك شيء أو ينخالف عليك شيء فاسأل أهلا أن تجري في بابه إن كنتم لا تعلمون. أيضا من الأفكار، كان بعض الأفكار التي تشوه تفكير الإنسان وتجعله ينظر الأشياء بطريقة بشعة، على سبيل المثال الأمر يطول في الحقيقة هذا، لكنه أعطي شرطية سريعة فيما يتعلق بالدين على سبيل المثال. أحيانا لا تعاملنا مع الدين نعتقد أننا إذا تدينا فإننا نصبح متزمتين ومتشددين ومنغلقين، بعد ذلك نشعر سميتها الابتسامة، طبعا هذا ليس من الدين في شيء. الله جميل يحب الجمال، والابتسامة كما قال صلى الله عليه وسلم ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، كاين شي جماعة تقول هادشي، هذا بنا نشوه الدين ونعتقد أننا لا صافا غنتدين صافا غنولي ونبقى نكلم حد، هذا من الأفكار المشوهة يعني المزعجة فيما يتعلق بعلاقتنا بالدين. الدين ليس أي دين يدفع الإنسان إلى التعاسة في حياته، ليس دينا. الدين الحق هو الذي يجعل الإنسان سعيدا ويقدم له أبواب السعادة على أطباق من ذهب، كما يقدم لنا ديننا سعادتنا على أطباق من الذهب، فدعونا لا نجعلها من فضة أو أقل من ذلك، دعونا نجعلها ذهبا هي كذلك. أيضا من الأفكار، كثير من تكون عندنا أفكار خاطئة في كثير من الأشياء معرفية أو غيرها، دائما السؤال هو المفتاح. لا أريد أن أطيل من سألكتي أطول فيها كثير كلام كثير. الخلاصة فقط نقطة فيما يتعلق بالتنظيف، أن التنظيف يكون من خلال تصحيح مصادر المعرفة والحرص على ما ذكر في التغذية. إذن هذه التغذية التي ذكرناها الكتاب والوحي ومصادر الحال ومصادر الحواس الخمس لا بد من الانتباه إليها. ننتقل الآن إلى النقطة الثالثة وهي الحماية. إذا العقل يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى تنظيف، ويحتاج أيضا إلى حماية ممن حميه، يكون ذلك بتجنب ما يفسده من خمر ومخدرات وتدخين
وأخواتها مما يعطل قدرات العقل. مما يعطل قدرات العقل. الإنسان عنده عقل أمانة ثقيلة، كيف يعقل أن نعطلها ونشغلها ونجعلها لا تشتغل بهذه الكوارث التي في الحقيقة هي مدمرات للعقل، الخمر والمخدرات وغيرها، مما الإنسان في حاجة إلى مستقبله، في حاجة إلى عقله، فلماذا لا يضيعه بهذه الكوارث؟ أنتم في عمر سيأتي يوم تقولون فيه يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، أفلا تعملون؟ قبل أن تأتوا إلى ذلك اليوم، اليوم نحن وأنتم في وقت، واليوم الدقيقة الدقيقة، بدأنا محاضرة في الساعة 11:10، الآن الساعة حوالي تقريبا 26 دقيقة، مشات هذه مشات، لن تعود. حسب لنا هذه الجلسة التي نحن الآن فيها، هذه حسبت لنا من خيراتنا، أي شيء تفعله من خيرات عمرك. ولذلك بعض الناس يعيش العمر بالطول وبعضهم يعيش بالعرض، بالطول بمعنى 50-60 عام 100 عام مثلا في أول، ولكن واحد عمر مزيان بالعرض يحتاج إلى أن يعيش أعمارا بالعرض، أعمارا ممتلئة، أعمارا ثقيلة، أعمارا قوية. ثم حمايته أيضا من الإدمان الرقمي وما يدمر العقل، أيضا من المعطلات التي ابتلي بها عصرنا، هي من الإيجابيات التي حولناها إلى سلبيات. ها هو هذه الرقميات تنفعنا ونحن نتواصل بشكل جيد، أفضل من أن أتكلم بدون رقميات، ولكن حين تشغلنا عن الأهم وتشغلنا عن الدراسة وتشغلنا عن بناء المستقبل وبناء الوعي وبناء الحاضر والمستقبل، أنا يمكن تصبح معطلة، ولا بد من حماية العقل من هذه المدمرات. أيضا حمايته من سراق فرص التكوين وأهمها مواقع التواصل الاجتماعي. هؤلاء سراق فيسبوك تويتر واتساب وغيرها من الكوارث، جوانب إيجابية ممتازة، ولكن مشكلتنا أننا عوض أن نقضي معها وقت محدد، نعتبر مثلا حين آتي في مثلا قبيل النوم وشيء من هذا القبيل أنظر إليها سريعا أقضي مصالحي فيها، ولكن أن تصبح بين دقيقة ودقيقة أنظر إلى الهاتف كارثة، بمعدل 246 مرة في اليوم حسب الإحصاءات والدراسات التي تتكلم مع الموضوع، الإنسان كيشوف التالي الهاتف 246 مرة في اليوم على الأقل، هذا أقل واحد ما كيشوف والو، يعني كارثة. يعني أين، ما الذي يبقى من وقته؟ أين أوقاته؟ ولذلك كثير من الأشياء ضاعت وكثير من فرص التكوين ضاعت من الكبار والصغار سواء بسبب هذا الإدمان على الفيسبوك تحديدا، بالخصوص فيديو فيديو وغيرها من سناب شات وغيرها من الأمور الغريبة التي ينشغل بها الإنسان أكثر من اللازم. لعلي أطلت في هذا النقطة، لأن العقل إذا صح سيأتي ما بعده أشياء جيدة. الآن الجسم، الجسم أمره يبدو أنكم تهتمون به كثيرا، ولذلك لعل الحديث عنه سيكون سريعا. غذاؤه طبعا يكون من خلال الحرص على الغذاء الصحي خالي قدر المستطاع من الغازات والسموم، وما أكثر الغازات التي لا ننتبه إليها التي تدمر. وطبعا أغلبكم مبتلى بالمشروبات الغازية، ولذلك أحذركم منها فإنها من مدمرات العقل. ثم طبعا وأنتم شباب تظلوا في الرياضة طبعا مما يوصى به، ثم أيضا مما لا تنتبهون إليه الحرص على شرب الماء قدر المستطاع، الحرص على شرب الماء قدر المستطاع. أضيف هنا نقطة لم أذكرها ولعلي تذكرتها في سياقي وأنا أمام المتعلمين، الحرص على النوم الكافي بما يساعد على الدراسة، الحرص على النوم. ومما طبعا يفسده ما ذكرناه قبل قليل اللي هي الهواتف التي لا تدع أحدا اليوم ينام، نسأل الله السلامة والعافية. إذا هذا مما نضيفه، ننظف الجسم من الوزن الزائد ومن الطاقة السلبية عن طريق التنفس العميق. أعيد، من التنفس من الوزن الزائد عن طريق الرياضة، وأيضا من الطاقة السلبية.
احيانا تحس بضيق، لا بعد مشكله، احيانا تحس بان صدرك يضيق ولا تستطيع التنفس بشكل سليم. وهنا يرصح واحد آلية معينة يعمل بها، وهي تسمى بالتنفس العميق، وهي ان قلت وهي التنفس العميق، قلت التنفس العميق وهي ان تستنشق قدر المستطاع من الانف ثم تمسكه مدة من الزمن وتخرجه. زفير وشهيق هيك على كل حال، ممكن تبحثوا عنها في اليوتيوب، راه التقنيه فيها مجموعه الاليات، لكن ممكن تكتبوا فقط عباره التنفس العميق ويتم الحديث عنها بشكل مفصل. الان حمايه، مما نحمي الجسم نربطه بما نحمي العقل من السموم المهلكه مره اخرى، مثل الخمر والمخدرات والتدخين. واليوم كاين مسحات على راس مسحه في الدار البيضاء متخصصه في امراض القلب الناتجه عن التدخين فقط، متخصصه في الامراض القلبيه الناتجه فقط عن التدخين. وارى ورايت بعضهم من قطعت ساقه او تقطعوا لي الطريق برجليه برجليه حتى صافي بطلوا الساق، يعني كلما وصل المرض الى في الدبلو بالقدم اللي يعني تحت من القدم تحت، فبداوا يقطعوا كل مره شيء من رجلي حتى وصل الى اعلى مستويات فاضطروا الى قطع الرجل. لذلك احذركم من هذا الامر. من الغازات مرة أخرى والسكريات الصناعية، ونقول لكم بلي البيبو طيب اتساع البيبو مما يعطل العقل، وننتبهوا لمسة واحدة مسألة أريد التنبيه إليها. نرد عليه بيبو، للأسف أن واحد عدد منكم لا ينتبه إلى طريقة استعماله، هو أنه الذي تقرأ منكم النور سيجد بأن فيه معلومات، يعني كم من القدر الذي يجوز لك أن تدخله من المنبهات إلى الجسد أو من المواد الكيماوية، المواد الكيماوية التي يمكن للجسم أن يقبلها، وخا داكشي فيه نسبة على كل حال غير حتى هي فيها الكلام، ولكن على الأقل كاين هما تيعطوك النسبة، ولكن أنت كتضربها في ثلاثة ولا أربعة، كاين كيجي ثلاثة أربعة بيموت واحد مرة واحد، صافي دار جزارة للجسم. إذا لاحظوا أو يأخذوا كما قلنا بيمو ويزيد عليها واحد ثلاثة ولا عصير ولا شي حاجة أخرى، يعني واحد العدد ديال الأمور تجعل هذه النسبة التي في هذه المادة زائد هذه النسبة في هذه المادة صافي مرنا الجسم الآن. فإذا انتبهوا إلى هذه المسألة. ورد عليكم دعنا نواصل. ثم من الضغط، ما كنتبهوش لهذه المسألة. مما نحرص عليه لنحافظ على أجسامنا من العلل من الضغط وعفوا هذيك والقلق، ومن أي من الضغط والقلق. العدد منكم ما كينتبهش يقلل قدر المستطاع، في بعض الأحيان تكون مضطرة، ولكن الإنسان قدر المستطاع يقلل منها قدر المستطاع. إذا آخر ننتقل إلى القلب، وما أدراك ما القلب؟ طبعا القلب كلكم تعرفون غذاءه، غذاؤه بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان كثيرا ما يكون مضطربا قلقا حزينا متوترا، ولكن سبحان الله بالقلب بمجرد ولاحظ حتى لما كنت تقرا اسماء قبل قليل الكل نزلت عليه السكينة، لأن هذا سبحان الله كلام الله عز وجل، مهما كان ضيقك مهما كان ضيقك مهما كان قلقك مهما كان حزنك، حين ترجع إليه حين تؤوب إليه يعيد إليك السكينة التي تريد، يريد يرجع إليك الطاقة والقوة التي تحتاجها، لأننا في سيرنا اليومي مع ضغوط الحياة لا نحتاج فقط إلى عقل قوي وإلى جسم قوي، نحتاج إلى قلب قوي، بدون قلب قوي لا تستطيع أن تمضي. ولذلك رب العالمين أعطانا مجموعة من الآليات التي تساعدنا على أن يكون لنا قلب قوي يساعدنا على تحمل هذا الضغط اليومي. العقل إذا بقي وحده يتيم
لابد له من القلب ليضبطه ويساعده على السير بشكل. أولها أداء الصلوات المفروضة، ولذلك هذه الصلوات المفروضة هي طاقة أعطاها لنا رب العالمين، 5 مرات في اليوم تعيدنا إلى رشدنا وتعطينا الطاقة اللازمة لنستمر، وإلا سنضيع. هذه الطاقة الخباسية هي التي تساعدك على هذا الضغط وعلى هذا الجهد الذي تبذله في اليوم. فرب العالمين أعطاك هذه المائدة لتأخذ منها وتقتات منها وتتقوت منها روحيا حتى تستطيع أن تواصل. إنسان لا يستطيع أن يذهب إلى هذه المائدة يطير على نفسه واديا من الخيرات يشرب منه 5 مرات في اليوم. أيضا تلاوة القرآن وقد أشرت إليها قبل قليل، حاولوا على الأقل أن تكون لكم أوراد الورد يومي 5 دقائق 10 دقائق نصف ساعة حسب المتاح لتعيد لنفسك ذاتها، فهذه روح وتحتاج إلى أن تتصل بالروح، روح تحتاج إلى أن تتصل بالروح. الله عز وجل بث فينا من روحه وأعطانا شيئا من روحه، هذا القرآن الذي سماه روح والذي لا حياة لنا ولا لأرواحنا إلا بالعودة إليه. ثم الدعاء بشكل عام، الإنسان كلما استطاع أن يدعو وأن يدعو لنفسه وللآخرين فليفعل، ومن أهم ذلك أذكار الصباح. تصور أن تصبح في الصباح وتقول هذا الدعاء البسيط الذي قد يبدو لنا بسيطا لكنه ثقيل، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لاحظ، يا حي يا قيوم، من تتكلم؟ مع من تتكلم؟ مع رب الكون. ماذا تقول له؟ برحمتك أستغيث، أطلب عونك وغوثك وحمايتك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. الله عز وجل يتولى، لست أنت، هو يتولى شأنك، تكلفه الله عز وجل، تكلفه بأن يتولى شأن حمايتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنا الضعيف لا أستطيع أن أحمي نفسي إذا لم تكن أنت وكيلي وحامي في هذا الذي أنا سائر فيه، ما أكثر الضغوط وما أكثر المصاعب، ولذلك نحتاج إلى من يحمينا ولا أحد يحمينا إذا لم يحمينا رب الكون جل جلاله. وأكبر ما نهتم به الاستغفار، أكبر دعاء وأهم دعاء نهتم به الاستغفار. من لزم الاستغفار دعاء، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بغيت الدنيا ولا الآخرة؟ بغيت اللي بغيت. جعل له الله من كل ضيق فرج ومن كل هم مخرج، وترزق له ومن كل رزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك من الأشياء التي يحسن بالإنسان أن يفعلها حين تريد شيئا وترى أنه وجدت فيه صعوبة، حاول أن تتذكر ذلك الأمر وتنظر إليه، تتخيله وأنت تستغفر، وأنت تستغفر وانظر النتيجة، طبعا ليس بطريقة التجريب، كنجربوش مع رب العالمين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأنتم موقنون بالإجابة. طبعاً ذكرت قبل قليل أذكار الصباح والمساء، أيضاً مما لا ننتبه للأشياء التي تحيي قلوبنا صلة الرحيم، فالله عز وجل اشتق لها اسماً من اسمه هو الرحيم وسماها الرحم. من أراد أن يسأله في أجله ويسأل له في رزقه فليصل رحمه لوزيع، لمن أراد أن يطيب الله في عمره ويضاعف له في رزقه فليصل رحمه. وطبعا أنتم في مثل أعماركم أهم رحم تصلونه أن ترضوا آباءكم وأمهاتكم، تحرصوا على علاقتكم بالآباء والأمهات، فذلك باب الجنة، فذلك باب الدنيا وباب الآخرة. ثم العطاء، لا ننتبه أيضا إلى أن مما يزكي القلب والروح أن يعطي الإنسان، لا تتعلم هذه القاعدة السيئة أن تأخذ فقط، تعلم أن تعطي من وقتك من مالك من جهدك، وعلى قدر عطائك يزيدك الله عطاء.
على قدر عطائك يزيدك الله عطاء. والذي لا يعطي لا يستطيع ان يشعر بهذا الاحساس الجميل، الاحساس الرائع ان تحس بانك تبذل طاقتك، تبذل حياتك، تبذل جهدك، تبذل روحك للناس، تبذل كيانك، طاقتك النفسية تبذلها لتسعد الناس. هذه أشياء لا تنتظر إليها، لكن حين ترى معالم أو آثارها على الناس أنا إذا تشعر بتلك الطمأنينة وتلك الراحة وتلك السعادة وتلك السكينة. فالعطاء مما يساعد الإنسان على أن يحيي قلبه. ثم أيضا حضور مجالس ذكر الله أيضا مما يحيي القلوب ويساعدنا على ذلك أن نذكر الله. لعلي أطلت سي محمد، لعلي أطلت؟ ثم إذا هذا فيما يتعلق بغذاء القلب، خلاصته هو أن نتعلق بذكر الله حيثما تيسر لنا ذلك، حيثما تيسر لنا. الآن مما ننظف القلب؟ ننظفه مما تعرفه، ننظفه من أمراض القلوب. أولها الحسد، وما أدراك ما الحسد؟ فإنه يأكل الحسنات كما تأكل الحطب النار. فإنه يأكل، وطبعا أنتم في مثل أعماركم محتاجون إلى الغبطة وليس إلى الحسد. جيد أن تغبط أو تغبط صديقك على نتيجة حققها، ولكن تحسد مشكلة، لا تحسد أحدا، ولكن أن تغبطه وتتمنى أن تكون مثله وتسعى إلى ذلك هذا مطلوب، وهو عين المطلوب، عين المطلوب، ولكن بدون حسد الذي يتحول إلى حقد والذي يتحول فيما بعد إلى أشياء أخرى. أيضا النفاق، أن يكون للإنسان أوجه متعددة أيضا مما من أمراض القلوب التي لا بد أن نتخلص منها. سوء الظن، وما أكثر المشاكل التي تقع من سوء الظن، يعني قد تفسد علاقة بين شخص وشخص آخر فقط من سوء الظن. ولذلك نتعلم دائما، أنا عندي مشكلة، عندي أمر مع صديق معين، أو صديق عندك مع صديقة معينة، أنت مثلا عندك مع صديق معينة، اسأليها أولا قبل أن تسيء إليها الظن، وأنت اسأله أولا قبل أن تسيء إليه الظن أو تسيء به الظن. لا بد أن نتعلم حسن الظن. ولذلك عندنا التمس لأخيك 70 عذرا، فإن لم تجد من بينها فقل لعله، فقل لعله. ثم الغرور أيضا من أيضا الأشياء التي تقتل مسار الإنسان مبكرا، أن يكون خصوصا المتفوقين إذا لم ينتبهوا إلى هذه النقطة تجده يغتر ويظن أنه حقق ما حقق فقط بذاته، وأنت إذا انقطع عنك دعم رب العالمين انتهى، سينتهي مسارك بأي طريقة من الطرق. ولذلك لا تغتر بنفسك، فإنما حققته بإرادة بجهدك ولكن بتوفيق من الله عز وجل. فاحذر أن يكون غرورك سبيلا لينقطع عنك دعم رب العالمين لك. أيضا من الأمراض وأمراض القلوب حب الظهور، أن الإنسان دائما قبل من الصلاة والقرآن ما تنتبهونيش ربما فيسبوك، وعلى مرات تقدر تصور وتحط ذاك الفيسبوك هذا المرض، فهذه من حب الظهور الذي لا تنتبه إليه. علاش تقدر تقابل تما ذاك الفيسبوك؟ يعني باش يدير لك واحد 100,000 جيب، هذه البحث عن الجيب راه مرض، البحث عن الجيب مرض. يلا عارف صرا كلكم بنيتي عارف حماية القلب، إذا الآن مما نحميه؟ يلا نواصل النقطة الأخيرة لعلها، يلا نواصل الحماية. إذا قلنا قلب نغذيه ثم ننظفه ثم نحميه، فمما نحميه؟ نحميه من الأمراض السابقة الذكر، نحميه من الأمراض السابقة الذكر مثل قلنا الحسد وغيرها. ثم من اليأس والقنوط، من اليأس والقنوط. الإنسان ينبغي أن يحرص في حياته على أن يكون حسن الظن بالله، حسن الظن بالله، بمعنى مستقبلك ليس بيدك، مستقبلك بيدك في جهة واحدة العمل. إذا قمت بما عليك فالمستقبل بيد الله، بمعنى أنت، لكن حين تقوم بما يلزم عليك ثم تيأس وتقنط، معنى ذلك أنك تسيء الظن بالله، كأنك تقول الله عز وجل ما غاديش يدير لي شي حاجة مزيانة، لا، وهذا سوء الظن بالله. ظن خيرا بربك واعلم أنه لن يخيبك، ظن خيرا بربك واعلم أنه لن يخيبك. أيضا من الرفقة، الرفقة الساحبة وليس الصاحبة، الساحبة بالسين الكتاب بالسين الصورة، من الأصدقاء من يصحبك نحو الطريق الصحيح
ومنهم من يسحبك نحو الهلاك. ولذلك احذروا من الرحبة فالصاحب ساحب ساحب، انتبهوا أن يكون رفيقكم ساحبا إلى. أيضا ينبغي أيضا أن نحميه مما يشغله عن ذكر الله، يعني حتى يكون القلب قويا لا بد أن نتجنب الانشغال كثيرا بالأشياء التي ذكرناها قبل قليل، وعلى رأسها هذا العجب العجاب الذي فيه من الإيجابية ما فيه، ولكن أيضا ينبغي أن ننتبه إلى طريقة التعامل. أيضا من مجالس غضب الله ينبغي أن نحرص حتى يكون قلبنا قلبا حقيقيا، ينبغي أن نحرص على تجنب المجالس التي يكون فيها سب الله أو غير ذلك من المجالس التي لا تذكرنا بالله بل تذكرنا بعصيان الله. نحرص على أن نحضر المجالس التي تذكرنا بالطريق الصحيح، التي تذكرنا بالدراسة، التي تذكرنا بالمسار الصحيح، التي تقوي طريقنا نحو نورث. أما أن نجد مجموعة من الشباب ملتفين حول سيجارة أو شيء من القبيل والقصيطة مجلسة ونقول ما يفعلي ولو، احذروا، فإن الأنف يشتم مع الأيام، يدمن الشم ويصبح مع الأيام مقبولا تطبع معه، وبعد ذلك يتحول إلى حب ورغبة في التجريب إلى إدمان. هكذا كانت جيني أمبريا جالس معهم أنا أقتنع ما يدير والو، ولكن شوية شوية تشوف. ولذلك لا تعطي لنفسك هذه الفرصة بأن تجلس معهم أول جلسة وجلسة، فإنها ستكون مآلاتها. جلسة وجلسة أقصدها من ناحية تصريفية، واحدة تدل على المرة واحدة تدل على الهيئة. ثم أيضا ينبغي أن نحميه من فرط الاستهلاك في كل شيء. انتبهوا بأن من أمراض العصر الحاضر الاستهلاك، وكان عندنا نوعان من الاستهلاك لم ربما نقرأ عندنا تكلمت معهم على واحد النقطة، أن الاستهلاك يكون بدافع الرغبة ويكون بدافع الحاجة، كاين شي حويجات نحتاج إليها نستهلكها لا بأس ماشي إشكال، ولكن في مشكلتنا أننا أصبحنا نستهلك بدافع الرغبة. بمعنى تجد عنده بين قوسين مالي ومليء بالملابس، ربما بعضها لم يلبسه منذ عامين او ثلاثة، ويدخل السوق وما يشدش راسه ويخرج من حاجة جديدة. أمراض ماشي لا الهاتف، يعني عنده هاتف فيه جميع المواصفات وربما فيه 100، يعني يحتمل أن يأخذها حتى من ناحية تحميل هاتف، ولكنك تجد لنا خرج الإصدار الجديد البلية السوشي مبتلى. هذا من أمراض العصر، وهو أن يدمن الاستهلاك. أيضا من إدمان الاستهلاك الإدمان على الإنترنت في الاستهلاك أيضا، وغيرها كثير. من الشك في دين الله تعالى لا بد من حماية القلب حتى لا يصل إليه المرض، أن نحذر وأن ننتبه إلى الشك في دين الله عز وجل. الله عز وجل جعل هذا الدين خاتم الرسالات وانتهى الأمر وانتهى الأمر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كاين شي دين آخر؟ لا إلحاد ولا غيره. إذن هذا ديننا، ينبغي أن نعرف أنه كذلك ونحرص على الاطلاع فيه حتى نصل. أختم هذه المحاضرة وأمل أن أكون قد أطلت عليكم بهذين المشهدين. طبعاً ترون صوراً جميلة بديعة رائعة فيها ورود مزهرة، فيها كل ما تطيب به العين وتسعد. تلك يلا ماذا نقول؟ نواصل. قلت تلك هي صورة الإنسان السوي الذي حرص على بناء عقل قوي وبناء جسم قوي وبناء قلب قوي. ذلك الأعلى هو، ولذلك جعلته في الأعلى، ذلك مساره. أما الأدنى نسأل الله السلامة والعافية، فهي لاحظوا حديقة بين قوسين فيها حروق فيها عقرب، بمعنى أن المستقبل بيدك، إما أن تبني مستقبلا مزهرا على الشكل الأعلى، وإما أن تبني حديقة محروقة لا شيء فيها، فيها الأفاعي والعقارب والحيات وجميع الكوارث. فأنت وما تختار، إما أن تختار مستقبلا مزهرا تبني له من اليوم،
بهذه الثلاثية التي تكلمنا عنها، وإما أن تختار مسارا آخر تعرض فيه عن بناء العقل، تعرض فيه عن بناء الروح، تعرض فيه عن بناء القلب، فتكون بعد سنوات تجد حديقة مستقبلا أسود كالحا لا ماء فيه ولا خضرة، فتجد الآخرين يتنعمون في حدائقهم وفي بساتينهم وبوظائفهم وبمستقبلهم، وأنت تقول ما بال حديقتي قد حرقت وأنت الذي قد أحرقتها فلم تسقها ماء ولم تنظفها مما علق بها من شوائب ولم تنظفها من العقارب والأحيات، فلما كبرت لم تجد إلا تلك الحديقة تسكنها ولم تجد غيرها. السلام عليكم. اللي كتهم الجيل الصاعد اللي هو احنا بطبيعه الحال، فشكرا مره اخرى. وسؤال هو ما علاقه التدخين بسلامه العقل؟ عليكم بدايه اريد ان اشكرك استاذ على هذه المحاضره مليئه بالمعلومات المفيده. السؤال هو هل هناك كتب معينه ينصح بقراءتها في مثل اعماري؟ وشكرا. السؤال اللي هو كيف نحقق التوازن بين العقل والجسم والروح؟ وشكرا. السؤال هو ما العلاقة بين المعرفة والحدس؟